ازيك دي يا بودي؟ بأقل حاجة عندي. قولي بقى هتسهرني فين النهاردة؟ مع عبودة هتشوف اللي عمرك ما شفتيه. يلا بينا. سهرة سعيدة يا عبودة بيه. خليك في حالك يا زهني واحترم نفسك. بقولك لو اي حد اتصل بيا او سأل عليا فانا مش هنا ماشي، علشان انا مش عايز اي ازعاج، مش عايز اي حد قابله، انا جاي هنا اصلا علشان استجم ومش ناقصك، انا مش طايقك. حاضر يا ابو دبي. يلا جاسمين. اللي زي ده عمره لا دخل فندق 5 نجوم ولا حتى نص نجمه ولا اتعامل مع ناس محترمه ابدا. ايه بتقول حاجه؟ بتقول ايه؟ سمعني. لا ابدا، انا بقول ايه الشياكه دي؟ خليك في حالك بردك. حاضر يا من غير حاضر. يلا يا جسمين. بقف. ايه رايك بقى في اللي انا عملته بقى في زوني ده؟ عجبني جدا جدا. بقولك يا جسمين. نعم يا حياتي. الاقيش عندك شريط لمحمد فؤاد؟ الاقيش؟ حاضر يا حبيبي ادور لك. هدور لك يا روحي. اصل انا ايه بموت في محمد فؤاد. وده بقى اللي الناس كلها عارفاه عني. انت ما تعرفيش؟ لا انا ما اعرفيش. اديك عرفتيش. بقولك يا جاسمين والنبي. نعم يا حبيبي. عايزين واحنا معديين كده يعني نعدي على محل كده اللي هم بتوع الفلوس والتغيير الفلوس والحاجات دي يعني. علشان انا عايز اغير ال 10000 دولار يعني حاجه بسيطه كده. يا حبيبي قدام بص قدام. اوكي هنا على خليج نعمه ممكن نغير في اي حته. حطيت الشريط؟ حطيت الشريط بتاع محمد فؤاد. بتاع محمد فؤاد. في امريكا. ايوه أمريكا الاثنين دول بقى ايه علاقتهم بالحادثه وايه اللي يخليهم يراقبوا واحد زي عبوده؟ هقول لسيادتك. الاولاني اللي اسمه رفيق ده شغال مع صبري من فتره طويله. تمام. والتاني اللي اسمه عزمي ده شغال عند عباس المنشاوي رجل اعمال معروف. ان صبري يبعت ورا عبوده حد يراقبه ده شيء انا صدقه منطقي. احتمال يكون صبري خايف من انه يقع في حاجه ولا محتاجه فعشان كده بعت يراقب عبوده. انما المدهش بقى عباس المنشاوي نفسه يراقب عبودة ليه؟ جايز يكون ليه دور في القضية يا فندم. جايز. ما هتجنن يا منير. كل ما احس اني وصلت للقضية دي ولحلها احس انها بتتعقد اكتر. وانا المفروض اقدم تقرير في اسرع وقت للسيد مدير الامن. طيب ما نعمل استدعاء رسمي لرفيق والعزم دول. ما افتكرش ان ده هيفيد بحاجة يا منير. هياخدوا احتياطاتهم بعد كده واكيد هينكروا. اشوف بقى موضوع عباس المنشاوي ده الاول. طيب عبوده لسه برضو ما ظهرش؟ اخلص الاول من موضوع عباس المنشاوي ده وبعدين ابقى افضل سي عبوده واشوفه راح فين ده يعني. انت بتعرف ترقص يا عبوده؟ انا بعرف ارقص. انت عارفه ان الرقص ده يعني بيجري في دمي والله. انت عارفه ان لو بعتلي كده هيطلع بقى طوبل بقى وشكلين وحاجات. انت عارفه يا جاسمين من صغري وانا في المدرسه كنت برقص. ده انا حتى كنت مطلع على نفسي يعني اسم بس بيني وبين نفسي يعني اسم عبوده الموسيقار. لا قبل كده بتحب المزيكا بقى؟ قوي 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 بعشقها. اقول لك؟ اقول لك؟ وبغني. لا والله بتعرف تغني؟ ايوه ايوه. وبحيي كمان حفلات مهمه وكبيره قوي. انت عارفه انا اخر حفله احيتها كانت في دار رعايه الصم والبكر وكسرت الدنيا. في ناسي البرنامج؟ بعمل بروفة عشان ابقى مستعد. الله الله على الناس المركزه.
انت كنت عايزة ايه؟ كنت عايزة اقولك ان انا عملت لك جروب على الفيسبوك اسمه محبي الشيف رمضان. لحقتي؟ اه طبعا، وانا عندي كام باب. ربنا يخليك ليا يا بنتي يا حبيبتي. بقولك ايه، مش عايز مساعدة كده ولا كده؟ لا، ما لازم اعمل البروفة دي لوحدي خالص واتدرب على كده. عبودة مش هيبقى معايا. وهو عبودة كان عمل ايه المرة اللي فاتت؟ حتى لو ما بيعملش اي حاجة خالص او بيعمل حصة برضو. والله وحشني الواد عبودة. بذمتك ما وحشكيش؟ ما وحشكيش رناته وخبطه على البلكونة؟ انا رايحة انام يا بابا. يبقى وحشك. بص يا هدى، انا بحبك وخلاص. ليه بقى وازاي معرفش. يا هدى، انا اتولدت لقيت نفسي بحبك. وبعدين انا هبقى كويس ان شاء الله وربنا هيكرمني قوي. ولو يا ست عايزين ابطل اشتغل سواق تاكس هبطل. لو عايزين اعمل اي مشروع، اي مشروع يا هدى هعمله علشان خاطرك انت. Ladies and gentlemen, tonight we have a surprise for you. We have our famous singer عبودة. السيدات والسادة، مفاجأة الليلة إن إحنا معانا مطربنا المشهور قوي عبودة. حضرات الحاضرين والحاضرات والغايبين، لا يا ذوات المقامات والمدامات، لو سألكم عقل بالكم أنا مين هتقولوله أنا مين يا معلمين؟ عبودة. طب أنا معروف أهو.